Yeah, I have no doubt about Alex's mind and mentality, you know, that people question. I think. أبدى الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال سعادته بفوز فريقه المثير 3-2 على ضيف ساوثامبتون، وقال فينجر: كل مباراة تفوز بها تجعلك أكثر قوة، أداء اللاعبين تطور بشكل ملحوظ، ونأمل الآن في مواصلة السير على هذا النهج في الفترة المقبلة. I wouldn't call it like that. We wish him well and wish him all the best, you know, and thank you. Now Eden is available and yeah, he's in the list for the game for tomorrow in the squad. I think he's improving a lot. أعرب أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي عن شعوره الشديد بالإحباط بعد التعادل مع ويست هام بهدف لكل فريق، وقال كونتي بعد المباراة: أنا محبط جدا بسبب النتيجة، وهذا اللقاء يعبر تماما عن موسمنا والعديد من المباريات التي لعبناها وخلقنا العديد من الفرص دون استغلالها.